بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين. لرفع ومضاعفة الجهد قمنا في الفيديو السابق بربط أجهزة البورس بلاي على التوالي، ولم نذكر كيفية رفع التيار لأن التيار الذي يقدمه الجهاز كبير بما فيه الكفاية. فهذا الجهاز مثلا يقدم 12 أمبير، أما هذا الجهاز فيقدم تيار أكبر بكثير يقدر ب 25 أمبير. لكن رغم ذلك إذا أردنا الحصول على تيار أكبر بجهد 12 فولت فيكفي ربط هذين الجهازين على التفرع، وهذا بتوصيل كتلة الجهاز الأول بكتلة الجهاز الثاني. والقطب الموجب للجهاز الأول بالقطب الموجب للجهاز الثاني. إذن نربط القطب المشترك للكتلة بأحد طرفي المصباح، وهنا يمكن تشغيل المصباح إما بالجهاز الثاني أو بالجهاز الأول. وبربط هذين القطبين مع بعضهما البعض يزداد التيار الكلي الذي تقدمه التغذية ليصبح 37 أمبير. ومرة أخرى وكما وعدتكم في الفيديو السابق سنرى اليوم متى وكيف نستعمل التغذية المتناظرة زائد 12 فولت وناقص 12 فولت، حيث أن بعض الدوائر الإلكترونية كالتضخيم بوش بول يحتاج إلى تغذية متناظرة، وكذلك بعض الآي سيات كالآي سي 741. وهذا الآي سي عبارة عن مضخم عملي والذي يسمح بالحصول على تضخيم عكس أو غير عكس، كما يستعمل في تطبيقات أخرى على سبيل المثال كالجامع أو الطارح. أما في تطبيقنا هذا فسنستعمله كمقارن. والبين أو المرابط المستعملة لهذا المضخم العملي هو المربط 2 والذي يمثل المدخل العاكس، المربط 3 المدخل غير العاكس، 4 التغذية ناقص في سي سي، 7 التغذية زائد في سي سي، و6 المخرج. أما رمز هذا الآي سي يكون بهذا الشكل، حيث نعلم هذا المدخل بالرقم 3 وهذا المدخل بالرقم 2 أو العكس فهذا لا يهم. فإذا رقمنا هذا المدخل بالرقم 2 أي المدخل العاكس فإن هذا المدخل يمثل المدخل غير العاكس. ولتشغيل هذا الآي سي كمقارن نطبق جهد مرجعي ثابت على المدخل العكس 2، وقيمة هذا الجهد تتوقف على المركبات المستعملة فإذا ركبنا مقاومتان على التسلسل فإن جهد المرجع يكون يساوي 6 فولت إذا كانت المقاومتان متساويتان، ويساوي 4 فولت إذا كانت قيمة هذه المقاومة هي ضعف المقاومة الثانية، ويساوي 3 فولت إذا كانت هذه المقاومة تساوي 3 أضعاف هذه المقاومة الثانية. كما يمكن استعمال ديود زينر، وهنا الجهد المرجعي يكون يساوي لجهد زينر والذي نجده مكتوب على جسم الدايود. أما على المدخل غير العكس فنطبق جهد متغير، وهذا باستعمال مقاومة متغيرة، وبهذا فعندما يكون الجهد غير العكس V زائد أكبر من الجهد العكس V ناقص فإن VS في المخرج تساوي تقريبا زائد VCC. ولتبسيط الأمور يكفي القول أن VS يساوي زائد VCC. أما إذا كان V زائد أقل من V ناقص فإن الجهد VS في المخرج يساوي تقريبا
ناقص VCC. وللحصول على التبديل في المخرج أي الانتقال من زائد VCC إلى ناقص VCC أو العكس من ناقص VCC إلى زائد VCC، فيكفي أن يكون فرق الجهد بين المدخلين 3 و 2 هو 0.1 فولت. فمثلا إذا كان في زاد يساوي 3 فولت، فللحصول على زائد VCC فيجب أن يكون الجهد على المدخل 3 هو 3.1 فولت، وينتقل الجهد في المخرج من زائد VCC إلى ناقص VCC عندما يصبح الجهد على هذا المدخل 2.9 فولت. أما لتغذية الآي سي فنطبق زائد 12 فولت أو زائد VCC على هذا المدخل وناقص 12 فولت على هذا المدخل الثاني، أما الكتلة فيتم توصيلها بهذه النقطة المشتركة. وحسب هذا المخطط نقوم بتوصيل الآي سي. إذن في البداية نركب هذه المقاومة بالتسلسل مع ديود زينار، ثم نركب المقاومة المتغيرة، ثم نوصل المدخل 2 بين النقطة المشتركة للمقاومة وديود زينار. أما المدخل 3 فنوصله بالنقطة الوسطية للمقاومة المتغيرة، والمربط العلوي للمقاومة المتغيرة يوصل بزائد VCC، أما المدخل السفلي فيوصل بالكتلة. ثم نقوم بتوصيل موجب التغذية بالمدخل 7 للدارة المندمجة، والنقطة المشتركة بين المقاومتين إما ناقص VCC أو ناقص 12 فولت فيوصل بالمربط 4 للآي سي، وأخيرا الكتلة أو GND توصل بهذه النقطة المشتركة. وفي الأخير نضيف مصباحي LED مع مقاومة حماية حيث يشتعل هذا LED عندما نحصل في المخرج على زائد VCC، ويشتعل هذا اللاد عندما نحصل في المخرج على ناقص VCC. في اللاد الثاني يربط عكس اللاد الأول، والمدخل المشترك لهذه المقاومات يوصل بالبين 6. وبعد إعادة تنظيم الدارة بشكل أفضل نغذي التركيبة ونقيس توتر أو جهد المرجع والذي يساوي توتر زينر، وهذا التوتر إذن يساوي 5.04 فولت. ولأن توتر الدخول في زائد أكبر من توتر زينر فإننا نحصل في المخرج على تقريبا زائد VCC. أما
أما عندما يصبح توتر الدخول أقل من توتر المرجع فإن حالة المخرج تتغير والجهد في المخرج يساوي تقريبا نقص في سي سي. إذن التبديل سيحصل عندما يصبح هذا الجهد أقل من 5.04 فولت، ونحصل على التبديل من جديد عندما يتعدى هذا الجهد 5.04 فولت.